حول هذا الموضوع اللي نظمته منطقة العاصمة التعليمية وهذه الفعالية الطبية اللي يتبع عنوان صحتك تهمنا. هذه الفعالية نظمت في منطقة العاصمة التعليمية للموظفين، اجتمع في أروقة مبنى منطقة العاصمة التعليمية في مبناها الكبير كبرى الشركات الصحية، المستشفيات والطواقم الطبية التي تقدم أحدث وأفضل خدمات والرعاية الصحية. خلونا نتعرف معكم على هذا التقرير حول صحتك تهمنا. صحتك تهمنا تجمع كبير للكثير من الشركات والمستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية في الكثير من المجالات في منطقة العاصمة التعليمية. سعيدين في افتتاح اللي هو صحتك تهمنا بالتعاون مع كثير من المؤسسات اللي هي خاصة بالصحة، وطبعا أكثر من 20 مؤسسة. هذه تقدم خدمات مجانية وفحص لمدة 3 أيام في منطقة العاصمة، تقدم اللي هو العاملين في المنطقة التعليمية وأيضا زوار المنطقة التعليمية وأولياء الأمور والمراجعين. بنهتم بالخدمة المجتمعية، نتواجد عادة بالأماكن العامة، نتواجد بالوزارات، بالمؤسسات الرسمية، نتواجد ببعض الشركات الكبيرة. بنقدم خلال وجودنا مجموعة من الفحوصات المجانية والاستشارات الطبية المجانية، إضافة لهيك بنقدم مجموعة من الهدايا للأشخاص اللي احنا بضيافتهم، وبعدين بنكون لنا خصومات مستمرة لمدة سنة كاملة على كل المراكز الطبية اللي بتكون موجودة. الكثير من الخدمات ستقدم للموظفين على مدى 3 أيام، بالإضافة إلى الفحص المجاني لأمراض السكري والضغط وفحص العيون والتوعية الصحية التي تعتبر اليوم هي خير من قنطار علاج. اهتمام في الموظفين واهتمام في الأشياء الطبية اللي تراعي كثير من الأمور اللي احنا قاعد نحسها مهتم فيها المجتمع. البوثات اللي موجودة اعتقد يعني يمكن 25 بوث يخدم 1700 موظف اللي متواجدين حاليا في منطقة العاصمة التعليمية، ولأن الحين تعرفين موسم إجازات. منطقة العاصمة التعليمية تحرص بشكل دائم على عمل مثل هذه البرامج والأنشطة التي من شأنها الاهتمام بصحة موظفيها وبدعمهم لحصد التميز والنجاح الدائم في عملهم. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.